أعزائي المشاهدين الحلوين الطعمين، أهلاً وسهلاً بيكم في رحلة جديدة من رحلتنا السعيدة. أسرنا وصلوا بسلام وأمان، وهنبتدي بقى نرحب بيهم ونتعرف عليهم ونقول لهم الشروط عشان نبتدي لعبة على طول. نبتدي بالأسرة اللي على اليمين ونقول الأستاذة فيكي. فيكي؟ اسمك فيكي؟ أصلاً اسمك فيكي ولا ده اسم الدلع؟ لا دلع. ده الدلع؟ طب اسمك إيه أصلاً؟ فيرونيكا. فيرونيكا، أوكي يا فيكي، عايزاني أقول لك فيكي، واضح صح؟ ماشي، قولي عندك كام سنة؟ عندي 8. 8؟ ماشي، أوكي. وأختك اسمها إيه؟ جيسيكا. جيسي؟ واسمك ده اسم الدلع ولا الاسم الحقيقي؟ لا ده الاسم الدلع، اسمي الحقيقي جيسيكا. أوكي، أساميكوا أصلاً متدلعة. ماشي يا جيسي. فيكي وجيسي، حاضر. عندك كام سنة يا جيسي؟ 10. 10. بتحبي تعملي إيه بقى؟ بحب أذاكر. تحبي تذاكري بجد؟ أوكي، طب وبتلعبوا رياضة؟ بتعملوا حاجات فنية؟ تحبوا تعملوا أي حاجة من الحاجات دي؟ آه. إيه؟ رسم. رسم؟ وأنتِ إيه؟ جمباز. أنتِ تلعبي جمباز؟ شطارة وحلاوة. ماشي، طيب ماما؟ هالة. هالة، إزيك يا هالة؟ إزي حضرتك؟ عاملة إيه؟ تمام بخير الحمد لله. بتشتغلي؟ لا. ماشي، إيه؟ ربنا يعينك. ربنا يخليك. بابا؟ رامز. رامز. أخصائي كمبيوتر ونظم معلومات. أوكي، أهلاً وسهلاً. أهلاً بحضرتك. أهلاً وسهلاً. الأسرة دي أصلها من إيه؟ الغردقة. أنتوا جايين من الغردقة؟ طب والله يعني أهلاً وسهلاً بيكوا. بتلعبوا على طول في الغردقة؟ أه على طول صح؟ أنتوا مولودين هناك بتلعبوا بحر بقى وتروحوا جايين وكده صح؟ الله ماشي، هبقى أجي معاكم، ممكن لما أخلص رحلتنا تاخدوني رحلتكم؟ ممكن؟ تنوري طبعاً. طيب عندنا الأسرة الأولى تعرفنا عليهم، لأسرة البنات الأمارات من الغردقة. أما نشوف بقى أسرة الأستاذ حمزة. حمزة، عامل إيه حمزة؟ الحمد لله. عندك كام سنة؟ 9. 9. قول لي بقى بتحب تعمل ايه في الحياه؟ بحب العب باسكت. ايوه انت طويل ما شاء الله. وبحب الماء. وضحكتك حلوه قوي. ايوه. عندك اخوات ولا ما عندكش اخوات؟ على حسب. قد ايه؟ على حسب. قد ايه؟ 13 سنه. يا تي ده كبير، اكبر يعني انت الصغنن؟ اه. اوكي، طب انت جايب مين بقى معاك النهارده؟ صاحبتي لينا. صاحبتك لينا؟ ازيك يا لينا؟ الحمد لله. انتي صاحبته منين؟ من المدرسه. من المدرسه. طب وعندك كام سنه؟ عندي 8 سنين. طب قوليني يا لينا بتحبي تعملي ايه؟ بحب العب. أوه. والون وارسم واروح التمرين. يا ولد عندنا بقى حاجات كتيره قوي، رياضه وفن وحركات. ماشي، جاهزين تبقوا تيم واحد النهارده؟ اه. نايس. ماما؟ مامت حمزة. حمزه. ايوه. نشوه. بتشتغلي؟ اعرفيه عن نفسك اكتر. كنت بشتغل دلوقتي لا متفرغه لهم بقى. اوكي، كنت بتشتغلي ايه؟ مهندسه ديكور. نايس، ديكوريشنز بقى وكده حركات. بابا؟ طارق يونس. ايوه. مصرفي. مصرفي؟ بنوك، فلوس. بانكر، فلوس. ايوه عارفاكوا. طيب ما شاء الله. طب انتوا اصلا اسره منين؟ القاهره. من القاهره. اوكي حلو قوي، عندنا اسره من القاهره واسره من الغردقه وجايين كلنا نقضي رحله سعيده مع بعض. جاهزين؟ جاهزين. يلا بقى انا عايزه حماس يا جماعه. جاهزين؟ جاهزين. ايوه كده، الناس اللي جايه من الغردقه دي انتوا ايه، الطريق ولا ايه؟ لا بصحصحي كده، الحمد لله على السلامه. طب يلا بينا على طول. قبل ما ابتدي الاسئله بتاعتي احب اعرف انتوا تعرفوا بعض قد ايه كاسره حلوه جميله مترابطه وجميله كده اهو. فنبتدي برامز، اساله على فيرونيكا واساله على احلى لون فيرونيكا بتحبه. الاحمر. الاحمر يا فيرونيكا؟ ماشي. بابا بص له كده ليه؟ بفتكر. بتفتكر الكابتن بتاع حمزه في النادي اسمه ايه؟ اسمه عبد الله. بجد؟ اسمه اسمه ايه؟ كابتن محمد. كابتن محمد؟ كنت اقول محمد والله. هي اي حاجه. الله، انت ما بتروحش تمارين خالص يا بابا؟ بروح والله. ماشي اوكي. ماما قولي لي مين اكتر واحده صاحبه جيسي في المدرسه؟ هما اتنين. واحدة اسمها لوجي وواحدة اسمها لوجينا. لوجي ولوجين؟ انتوا كام واحدة أصلاً في الكلاس؟ لا كتير. كتير؟ ماشي أوكي. ماما حمزة إيه أكتر حاجة بيحب ياكلها في الحياة؟ البرجر. برجر ها؟ أي وقت بقى. ماشي أوكي. قولي لي يا فيكي مين أكتر حد بابا بيكلمه في التليفون؟ محمود. محمود؟ محمود مين يا رب؟ زميلي في الشغل. أوكي. هي عارفة محمود، أوكي. حمزه اسالك على لي، قول لي لينا مين اكتر بنت بيست فريند صاحبتها جنة. في المدرسه جنى. ايوه برافو، انتوا اصحاب بجد، ده انتوا تقابلوا في البريك. ماشي
ماما قولي لي يا ماما ايه اكتر حاجه بتضايق فيكي من جيسي؟ لما تعلي صوتها تتكلم مين بصوت عالي. بيعلي صوته على التاني؟ يعني لما جيسي تتكلم بصوت عالي او تزعق فيها فبتضايق. لا بتتكلم بصوت عالي ولا تزعق فيها؟ يعني في تلك الحالتين يعني بتحبش يعني الصوت العالي. الصوت العالي. رايقه انت قوي يا فيكي والله رايقه. رايقه قوي ماشي. طيب نسال حمزه قول لي بابا شغله فين؟ في البنك. ايوه البنك ده مكانه فين في مصر؟ بجد؟ لا معرفش. أسرة مترابطة مترابطة يعني ما قلتلوش ولا مرة أنا نازل رايح. بقول له بس هو بينسى. طب فين قول له؟ معادي. معادي. طيب ماشي. طب إيه رأيكم نبتدي أسئلتنا على طول؟ حلو كفاية تعارف كده عشان أنا حاسة بإيه؟ مش عايزين نتفضح أكتر من كده. في ترابط أسري رهيب هنا. فتعال نبتدي على طول بقى الأسئلة بتاعتنا، والأسئلة بتاعتنا مكونة لثلاث أجزاء. أنا مين أو أنا إيه الأسر كلها بتشارك؟ وبعدين المرحلتين التانيين صح وغلط واختيارات الأطفال الحلوين هما اللي بيجاوبوا، ما عرفتوش تجاوبوا هتختار وسيلة مساعدة. جاهزين؟ ماشي نبتدي على طول بالأسرة بتاعت فيكي وجاسي. يلا بينا. نحات مصري شهير أهم أعماله تمثال نهضة مصر. خمسة ده ما ينفعش نفكر فيه أصلاً. أربعة معقولة؟ الغردقة نسيتكوا. ثلاثة بجد؟ اتنين واحد محمود مختار. اخس ينفع كده؟ لا 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 لا. ماشي نركز. كاتب وأديب مصري من رواد الرواية والكتابة المسرحية العربية، من أهم أعماله مسرحية أهل الكهف والأيدي الناعمة. أيوة قولي. لا معرفش. إيه ده أمال إيه الابتسامة الحلوة دي خدتها ليه؟ لا مفيش مفيش. إيه ده؟ مفيش والله. خمسة ما ينفعش نفكر فيه برضو. أربعة ده سهل قوي. الأيدي الناعمة يا جماعة. ثلاثة اتنين واحد توفيق الحكيم. ايه ده بقى ده احنا لسه ما صحيناش خالص. طب هما جايين من الغردقة انتوا ايه؟ مش كده. طيب احد اهم المؤلفين وكتاب السيناريو في الدراما المصرية العربية من اهم اعماله ليالي الحلمية. ما ينفعش نفكر خالص. معقولة يا جماعة؟ هزعل قوي. خمسة أربعة ليالي الحلمية. ثلاثة احنا عارفينه. في ليالي الحلمية انتوا عارفينه أكيد. عارفين الأجزاء كلها. الناس كلها عارفاه. واحد قولوا مين؟ أسامة أنور عكاشة. طبعا 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 الكاتب الكبير السيناريست أسامة أنور عكاشة. اخص عليكوا اخص. الدنيا كنت هقولها بس بوينت ليهم. مؤلف موسيقي وعازف بيانو مصري ويعد من أشهر الموسيقيين المصريين في الوقت الحاضر، ومن أشهر مقطوعاته أدية عم أحمد. عمر خيرت. طبعا أوكي تو بوينتس هنا. ماشي أنا عاصمة البحرين. إيه مش أنت شاطر في الجغرافيا دي؟ أنت وأعمل أي حاجة. أنتوا عارفينها صح؟ أنا عارف. خمسة البحرين. الأسرة دي إيه؟ أربعة مفيش خالص. تلاتة والله الغردقة أنا عارفة. اتنين من الغردقة واحد نسيتوا كل حاجة. قول المنامة. طبعا شكرا جدا. تلات بوينتس ينفع كده. عاصمة كينيا. دي سهلة دي. كينشاسا. لا خمسة نيروبي. ايوه برافو برافو. أربعة حلوة قوي ماشي. طيب نصحصح. احنا محتاجين نصحصح. الأمل فيك يا فيكي. تعالي منافسة قوية جدا. سباحة وغواصة. ريدي ستيدي جو. يلا شلالينا. يلا بقى. ايه ده فين التشجيع؟ شلالينا. فين التشجيع؟ ما بنشجعش ليه؟ انتوا اصحوا شوية. لينا 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 لينا. يلا يا فيكي. لينا 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 لينا. شفتي طنط مامة حمزة بتشجعك بقلبها. لينا يلا يا فيكي. دوروا كويس يا بنات. لينا شاطرة جدا بتعوم. سباحة والله. سباحة يا بنتي والله. عمالة تعمل كده وكده وكده وإيه؟ يلا يا فيكي. يلا يا لينا. مين هتجيب الكرة الأول؟ أشطر بنات والله. يا فيكي انزلي تحت بصي. هي الكرة ممكن تبقى هي مش ممكن ده أكيد. الكرة أكيد تحت أكتر. الكرة تحت أكتر. غوصوا أنتوا لابسين نظارات. يلا يا فيكي. ها طب دوروا على الأطراف. خشي على الأطراف يا فيكي كده. خشي كده يلا يا لينا. أيوة أيوة هنلم الكور دي بعدين مش مهم. أيوة يا فيكي. يلا يا فيكي دوري كويس يا فيكي. إيه لقيتيها ولا إيه؟
يا بيكي ايه ده؟ بتقولي ايه مش سامعه؟ لقيتيها؟ ده حماس ده ولا بتقول ايه؟ حماس اه ماشي مش مصدقه نفسها يلا كرة زرقاء ايه ده؟ لينا ساتره والله يا لينا جدا 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 عايزين نركز في اللي جاي، اللي جاي ده البنات الصغننين والاستاذ حمزه ولينا بس اللي هيجاوب، ما عرفتوش عندكم وسائل مساعده، اوكي؟ صح وغلط. سهله قوي بقى. من فوائد السفر تعلم لغات البلاد التي يسافر اليها الانسان ومعرفه عادتها وتقاليدها. صح ولا غلط؟ صح. طبعا صح، شكرا. شراء فرو الحيوانات يشجع الطامعين على استمرار صيدها فتتعرض للانقراض. صح ولا غلط؟ صح. صح طبعا يا حموزي. تطل مصر من الشرق على البحر المتوسط، من الشرق على البحر المتوسط، صح ولا غلط؟ صح. اتفقوا بسرعة، أخد إيه؟ غلط؟ غلط طبعًا، ماشي. الطاقة هي القدرة على بذل شغل، صح ولا غلط؟ صح يا لينا طبعًا، لسه عاملة طاقة دلوقتي، أوكي. مضاد كلمة دولية عالمية، صح ولا غلط؟ صح. مضاد كلمة دولية، ركزي ركزي في السؤال، مضاد كلمة دولية عالمية؟ غلط. غلط؟ أمال إيه؟ إيه اسمها إيه دي؟ مرادف. مرادف. أيوة ماشي. أنا فاكراها بس. ومضاد إيه؟ مضاد كلمة دولية إيه؟ كلمة. الكلمة إيه؟ الكلمة إيه؟ دلوقتي؟ آه دلوقتي إيه دلوقتي؟ أنا بقول لك هنا مش دلوقتي، محلية. 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 دلوقتي؟ الله ماشي. مضاد كلمة أرباح مكاسب؟ غلط. غلط، دي مرادف صح؟ ماشي. طب مضاد إيه؟ أرباح، كسبنا، يبقى إيه؟ خسرنا. خسائر. خسائر. برافو، ماشي. المهمة التانية، تعالى حموزي. تعالي يا جسمي. رحلة سعيدة. رحلة سعيدة. جاهزين يا أبهات؟ جاهزين. جاهزين تشجعوا يا أمهات؟ جاهزين. طب والإخوات والأصحاب؟ يلا ريدي ستدي جو. امشي يا جيسي على طول زي ما أنت. تعالي شمال. شمال. شمال يا جيسي. شمال. 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 تاني خطوة. خطوة. لا تاني شمال. شمال وأنت تاني شمال. امشي على طول. امشي على طول. شمال. يمين. يمين. شمال. يمين. بس زي ما أنت امشي على طول. شمال. برافو. تعالي شمال. 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 ما تعملش حاجة. شمال. زينا تاني. شمال. بس امشي على طول. برافو. برافو يا جيسي. يمين يا جيسي. يمين. لا ما تعملش. يمين بس. يمين بس. يمين. ايوه تعالى ايوه امشي على طول يا حبيبي برافو سنه شمال شمال سنه شمال على طول بس على طول جيسي جيسي كسبت يا حموزه حبيبي بس شاطر والله كانوا بيسمعوا كلام باباهم بالملي وعشان كده شاطرين جدا 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 هات العين ايوه يلا تعالي برافو يا جيسي سمعت كلام باباها بالملي اتفضلي نخش بقى على اللي بعده اللي هي الاختيارات وبرضو الحلوين الصغارين بس هم اللي بيجاوبوا ما عرفتوش عندكم وسائل المساعده اوكي يلا منتخب كسب كاس العالم سنه 2018 كان منتخب ايه المنتخب الفرنسي ولا الروسي ولا الايطالي الايطالي اكيد اخر كلام ايطالي غلط الفرنسي انتوا انت حموزي اللاعب البرازيلي الشهير نيمار بيلعب دلوقتي في نادي ايه؟ مانشستر، ليفربول، باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان. طبعا، اوكي. ماث بقى، ماث بقى. قسم مروان 20 قلما بالتساوي على 5 من اصدقائه. كده كل صديق اخذ 10 ولا 8 ولا 4 اقلام؟ 4 اقلام؟ برافو. ايوه كده. ماشي شطاره. اشترى عادل 5 علب عصير سعر العلبة 6 جنيه هيدفع كام للبائع؟ في ادوات؟ اه 20 30 40 40 انتوا حسبتوها؟ انا هحسبها يلا احسبها انا مستنياك تحسبها 30 30 برافو ماشي اوكي الفحم من مصادر الطاقة المتجددة ولا الغير متجددة؟ الفحم؟ اه متكددة متكددة ازاي بقى؟ غير متكددة خالص خالص يعني ماشي
شراء الهواتف الذكية باهظة الثمن من الحاجات الأساسية ولا الغير أساسية؟ غير أساسية. أيوة كنت تقولي الأساسية الحمد لله لحقك الحمد لله. غير أساسية خالص دلوقتي بالذات يا لينا عشان نبقى واضحين يعني.